30% من البشر محتاجين نظارات بشكل أو بآخر. أي اعتماد على شيء صناعي فهو نوع من الإعاقة. ما زال الليزك بيحل تقريباً 90% من المشاكل. عالم لا يقبل الأخطاء فهو عالم المليمترات. الليزك اتطور بسبب كتر الحالات اللي اتعملت. انت بتروح للدكتور الخبير اللي انت واثق في علمه وهو هيختار لك التكنيك اللي هيحقق لك كل المزايا بأقل المشاكل. الدكتور محمد حامد، أستاذ جراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية إنجلترا. مراكز الدكتور محمد حامد للعيون. أهلا بكم. النهاردة لقاء مهم جدا وله طبيعة خاصة للغاية، أولا لقيمة الضيف، ثانيا لقيمة الموضوع. احنا نتكلم على المية البيضاء، مين مش هيجيله مية بيضاء؟ ده سؤال مهم جدا جدا. ويعني ايه مية بيضاء؟ برضو من الأسئلة المهمة. وايه عدسة العين؟ طب ما هو العين كلها عدسات، ده في طاقم عدسات في العين، يعني القرنية ما هي عدسة؟ لا، في عدسة، سبحان الله، يعني العدسة. طب ما هو كله بيجمع، وأي حاجة بتجمع ضوء فهي ما تقال عليها عدسة، لكن يظل العدسة بتاعة العين هي التي يقال لها العدسة. إذا أصيبت تصاب بمرض مشهور جدا اسمه المية البيضاء. وتقريبا هذا المرض قديم جدا، قديم يعني قدم الإنسانية أكيد، حتى ذكر في القرآن، يعني فبيضت عينه من الحزن. فيعني ده حاجة مهمة جدا. لكن لما نيجي نبص لكيفية تعامل الناس مع المية البيضاء، أنا في رأيي إنه في نقص ثقافي كبير في التعامل معها. ليه؟ كتير من الناس تأجل إنها تروح تعمل المية البيضاء وتتردد. أنا بقابل ناس من أصدقائي اللي جت لهم مية بيضاء من 3-4 سنين، يقول لك أنا عندي مية بيضاء هروح ولا ما أروحش؟ طب قول لي أعمل إيه وبتاع. لا، ما أنا راجل بتاع بطن، أنا مالي ومال الكلام ده. روح، أكيد تروح، يعني أنا مش قادر أنصحك نصيحة أكتر منك روح، لكن مش هتسألني أنا، أسأل دكتور عيون. الكارثة في ان انا بقابله بعد 3 سنين ولا سنتين ولا اكتر، الاقي برضو بيسالني نفس السؤال، انا عندي المية البيضاء لسه، انا بفكر اروح. انا رغم ان العملية دي اصبحت عملية بتعمل في وقت زمني قياسي، التكنولوجيا بقت رهيبة فيها، وغير كده وكده المهارة الطبية ارتفعت جدا. انتشار فكرة السكوت على المية البيضاء للاسف انا بعتقد انه من الحاجات اللي لازم نحاربها في 2019. النهارده كمان قيمة الموضوع من قيمة ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد حامد، أستاذ طب وجراحات العيون بكلية الطب، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وطبعا مؤسس لمراكز محمد حامد. أهلا بيك. أهلا. وشرف كبير لنا هذه الزيارة. سعيد جدا باللقاء معك على المستوى الشخصي. ربنا يخليك. وأنا يعني سعيد. يعني من لا يعرفك يعرف كويس جدا، كان بيتقال عليك عبقري الدفعة بتاعتك. الله يخليك. أنت نورتنا وسعيد. ربنا يخليك. لكن أنا عايز أقول الأول قبل ما أدخل في المية البيضاء، وإيه هي؟ هل ثقافة الشعب المصري فعلا في المية البيضاء زي ما قلت؟ انت ليك حق تماما. يعني هي الفكره، ودي رساله توعويه او توعيه مهمه جدا، ويمكن احنا هنوضح الكلام ده بتفاصيل فنيه اكتر يعني واحنا بنتكلم، بس عايزين نقول ان وعي الناس بفكره ان المايه البيضاء نستنى لما تستوي، ونستنى لما نوصل ان احنا نبقى مش شايفين خالص عشان نعملها، الفكره دي المفروض انها اتلغت تماما. يعني احنا المفروض بنقول ان الناس خلاص، ده احنا هنوصل في الكلام ممكن هوضحه دلوقتي، ان بمجرد تشخيص المايه البيضاء حتى لو الشخص لسه شايف كويس بنعمل عمليه المايه البيضاء. وهنقول الكلام ده لان له مزايا فنيه، يعني مش بنقول من باب الاستعجال ان احنا نعمل العمليه، لا، لان احنا بنحصل على مزايا فنيه كتير جدا من عمل العمليه، وكل ما يكون مبكرا كل ما بيكون افضل. فالفكره ان الفلسفه العامه عند الناس ان احنا نستنى لما المايه تستوي، ونستنى لما نبقى مش شايفين وبعدين نعمل العمليه، الكلام ده لازم يتغير طبعا خالص. يعني سؤالين مهمين، ايه هي المايه البيضاء للعامه للناس، لانه اكيد المايه البيضاء ليها تعريفات طبيه دقيقه جدا، وليه العدسه التي تصاب بيتقال عليها عدسه؟ طب ما كله عدسات. هي الفكره ايه؟ هو العين فيها طبعا زي ما انت قلت كانها مركبه من عده عدسات، يعني القرنيه في الاول بتعمل شغل العدسه،
والعدسة الداخلية بتاعت العين. بس احنا مجازا عارفين ان العدسة المقصود بيها العدسة الداخلية بتاعت العين اللي هي واخدة شكل العدسة. القرنية هي جزء الشفاف الخارجي وليها مفعول العدسة لكن لا توصف بأنها عدسة العين. لما يحصل عتامة في عدسة العين طبعا العدسة المفروض انها كلمة عدسة المفروض انها شفافة غاية في الشفافية عشان تنقل الصورة اللي داخل العين. لو حصل عتامة في العدسة بتاعة العين اللي هي العدسة الداخلية بنسميها مية بيضة. ليه بتحصل مية بيضة؟ أسباب كتير أهمها وأكترها شيوعا تقدم السن. يعني احنا بنعتبر ان عتامة عدسة العين أحد مظاهر شيخوخة عدسة العين، يعني مع مظاهر الايجينج مع تقدم السن زي ما الشعر بيبيض كده، ودي أحد مظاهر الشيخوخة. العدسة بيحصل فيها عتمات ودي برضو أحد مظاهر شيخوخة هذا النسيج اللي هو عدسة العين. في أسباب تانية طبعا زي إصابات، حد اتخبط في عينه، حد عنده أمراض داخل العين زي التهابات أو شيء، ده بيخلي العدسة تعتم حتى في سن صغير. العملية جراديوال يعني تدريجية، فالأعراض هنا برضو يعني لازم نقف قدامها بتدقيق. هي اللي بيحصل ايه؟ ان الشخص بالذات في المية البيضاء اللي هي سببها تقدم السن لانها بتبقى تدريجية والتطور فيها بطيء، بيبتدي الشخص يحس ان النظر بالتدريج بيقل، ما عادش زي الاول، مقاس النظارة ما بقاش مريحه وكل شوية محتاج يغير النظارة للحصول على نظر احسن شوية، لكن برضو ما بيوصلش للنظر الكافي لان في خلاص العتامة موجودة. ممكن تغير مقاس النظارة ويحصل شوية تحسين بسيط بس عمره ما يبقى بيرفكت، يعني عمره ما هيشوف كويس قوي. وبالتدريج كل شوية بيشتكي من ان مقاس النظارة عايز يتغير، لا مش شايف كويس، لحد ما يوصل لمرحلة تغيير النظارة ما بيعملش فرق، بقى هو في كل الأحوال مش شايف كويس، وده معناه ان العتامة اللي في عدسة العين اللي هي الكلمة اللي هي المية البيضة يعني زادت بدرجة مأثرة كتير على النظر، وساعتها طبعا لازم يبقى في تدخل آخر. يعني دايما البدايات ما بيبقاش فيها ذكر المضاعفات، لكن انا هبدا بالمضاعفات ما اعرفش ليه، يعني انا هبدا بمضاعفه ان واحد يترك المايه البيضه وما يعالجهاش. هي الحقيقه الحكايه ديت احنا يعني ما اظنش ان احنا يصح بقى نشوفها في دلوقتي، يعني الكلام ده كنا بنشوفه من حاجه زي 20 سنه كده، اللي هو الناس كان عندها كونسبت بقى استنى المايه البيضه لما تستوي تماما، وكانت برضو نتائج العمليات زمان not that perfect، يعني ما كانتش حلوه قوي، وكان برضو مشاكل العمليات متكررة، وكان نسبة العدوى والتلوث والمضاعفات منتشرة. الكلام ده بنتكلم في ربع قرن فات، يعني بنتكلم في 20-25 سنة فاتوا، فكانت الناس تستنى لما المية تستوي زيادة عن اللزوم. لما المية تستوي زيادة عن اللزوم يبتدي يبقى ليها مضاعفات بقى، زي انها تعمل التهابات داخل العين، تعمل التهابات قزحية مزمنة، ترفع ضغط العين، اللي هي ساعات زمان حتى الناس عارفين يقولوا تقلب مية زرقاء. هو اللي بيحصل ان بيحصل التهابات ودي بتؤدي الى ارتفاع ضغط العين. مرحله بقى متقدمه جدا ان المايه تستوي زياده عن اللزوم والاربطه اللي ماسكه عدسه العين نفسها تتهتك خالص، تهترق تدوب يعني، وتقوم العدسه كلها واقعه في قاع العين، ودي طبعا ما بنشوفهاش يعني دلوقتي الا نادرا لكن ممكن تحصل. ازاي نشخص حاله كاتاركت؟ لا تشخيص المايه البيضاء سهل والمفروض ان هو من المهارات الاساسيه للدكتور العيون. يعني المريض الاول بيشتكي ان النظر بيقل بالتدريج، لما نيجي ناخد له حتى القرايه على الكمبيوتر ما بتطلعش في غايه الدقه، واحنا بنشخص على الاجهزه بتاعتنا بمنتهى البساطه وجود المايه البيضاء وبنحدد الدرجه بتاعتها ومكانها فين في عدسه العين والى اخره. يعني العالم العيون تقدم تكنولوجي رهيب جدا، ازاي التكنولوجيا، ايه الطرق الحديثه دلوقتي اللي خلت العمليه بتعمل في 10 دقائق؟ زي ما انت قلت يمكن في المقدمه ان المايه البيضاء حاجه تقريبا هتحصل لكل الناس او اغلب الناس، يعني في سن معين في مرحله معينه مختلف الناس هيوصلوا ان هيجي لهم درجه من درجات المايه البيضاء. وعشان كده هو دايما العلم بيركز على الحاجه على قد ما هي مهمة وكتيرة، والتكنولوجي والتطور والبحث يركز في الحاجة اللي بتيجي لعدد الناس الكبير أكتر. والمية البيضاء لأنها حاجة هتيجي لكل الناس تقريبا، فكان لازم يبقى فيه بحث وتطوير في التكنولوجي على مدى الزمن. التطور حصل من إن زمان كنا بنعمل المية زمان قوي، يعني أنا ما وعاش قوي على الكلام،
ان المايه البيضاء تتعمل تتشال بس المايه البيضاء اللي هي عدسه العين تتشال زي ما هي، وما كانش في حاجه اسمها زرع عدسه، وكان الشخص يحتاج نظاره بقى سميكه جدا لتعويض مقاس العدسه اللي ما بقاش موجود. بعد شويه بقى في ميه بيضاء جراحيه بتتشال بطريقه جراحيه زي الاول عادي، بس في زرع عدسه، فده كان تطوير اخر. الكلام ده برضه احنا بنتكلم في حاجه زي 20 سنه فاتوا. ابتدى التطوير الاخر بقى ازاي ندوب الميه البيضاء في مكانها من غير ما نعمل جرح اصلا، من غير ما نفتح فتحه كبيره ونطلع العدسه كلها. ومن هنا نشأت بداية بقى التكنولوجيا الحديثة بتاعت شيل المية البيضاء بدون فتحات جراحية، من غير ما افتح جرح واضطر ابقى مخيطه وغرز وإلى آخره. التطوير تدريجي وعلى مدار بقى ديكيدز، بنتكلم على مدار يعني 10 20 سنة، لحد ما وصلنا لعملية المية البيضاء الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي تقريبا بتاخد 5 لـ7 دقايق في أغلب الحالات، مع تطوير كبير في خطواتها. الفكرة الأساسية بتاعتها إن احنا بندوب بنفتت المايه البيضاء ونشفطها وهي في مكانها من خلال فتحه صغيره جدا بالظبط 2 مللي لا ترى بالعين المجرده، ومجرد ما نخلص العمليه احنا حتى ما بنشوفش المكان اللي احنا عاملين منه العمليه اصلا، وبنشفط المايه البيضاء دهيت. وبقينا نقدر كمان نعمل اجراءات بقى اكثر تقنيه في تلميع عدسه العين، تلميع الكبسوله بتاع العدسه، وكمان التقدم اللي حصل التاني في زرع العدسات، وده يمكن نقطة مهمة جدا هنتكلم عليها لوحدها دلوقتي، بس خلينا نشوف العملية وخلينا نتفرج عليها لايف من جوه أوضة العمليات واحنا بنشغلين العملية، وبنعمل عملية بنج موضعي والعيان صاحي وفايق، والحكاية كلها بتاخد 5 دقايق، مش محتاجة بنج عمومي أو مش محتاجة بنج أكتر من كده يعني، وبنخلص العملية بمنتهى البساطة. وبعدين تعالى نتكلم بقى على المميزات اللي حصلت في العملية. هنروح ندخل بكاميراتنا جوه أوضة العمليات، هنقف جنبك هنشوف العملية دايركت زي ما هي حصلت من غير المونتاج، هي بالظبط 7 دقايق والراجل تخلص من المية البيضاء. تعالوا نروح نشوف دكتور محمد حامد كيف كانت هذه الدقائق، ممتعة الحقيقة علمية. تعالوا نشوف بعض. العملية تحت مخدر موضعي زي ما شايفين كده، دي الأجهزة اللي احنا بنشتغل بيها. الأجهزة دي الحقيقة يعني أحدث أجهزة حاليا لشيل المية البيضاء بالتقنية اللي احنا بنحكي عليها، اللي هي نوع من الطاقة الهدف منه ان هو يفتت المية البيضاء في مكانها من غير ما نحتاج نعمل فتحات عشان إزالة المية البيضاء. وزي ما هنشوف دلوقتي نوع العدسة اللي بنزرعها بنحقنها من خلال انجكتور، يعني بتخش من خلال حاجة بتتحقن وهي نفسها بتفرد نفسها جوه العين وتاخد الوضع الطبيعي والشكل الطبيعي بتاعها في نفس المكان اللي احنا عايزين نحط فيه العدسة. أستاذ سامي بنعمل له عملية المية البيضة بالطريقة اللي احنا بنحكي عليها. واحنا لسه عاملين له العين الاولانيه يوم الاربع، والنهارده السبت بنعمل له العين الثانيه، لان العين الاولانيه ما بتاخدش فتره نقاهه، محتاجه وقت طويل عشان نعمل العين الثانيه. هو في نفس اليوم بيروح يشيل الغياره على طول من على عينه ويقدر يمارس نشاطه من نفس اليوم، وتاني يوم بينزل يشوف مصالحه ما بيتعطلش عن حاجه خالص. مش كده يا استاذ سامي؟ احنا بنفصل الميه البيضة من الكبسوله اللي جوه العدسه علشان نسهل تفتتها في مكانها باقل قدر من الطاقه، وعشان العمليه نفسها ما تاخدش وقت خالص. ده البروب او السن اللي احنا بنفتت بيه الميه، وهو سن رفيع قوي دقيق قوي، بنخش من خلال فتحه صغيره قوي بالظبط 2 مللي. دي عمليه التفتيت زي ما احنا شايفين كده، خلاص كده الميه اتفتتت كلها واتشفطت، واللي فاضل ان احنا نعمل عملية تنظيف بسيطة ونزرع العدسة. مقصود ايه بكلمة تنظيف؟ ان بواقي المية البيضة البسيطة
ننظفها بالكامل بحيث ان ما يتفضلش اي بواقي ممكن فيما بعد تتكاثر وتسبب عتامة، اللي هي زمان كنا بنقول الماء البيضة بترجع تاني، العتامات اللي هي بواقي الماء البيضة اللي كان زمان يبقى فيه صعوبة انها تتشال بالكامل، دلوقتي بنشيلها بالكامل ونقدر نلمعها كويس، اللي هي اللي بنسميه البوليشنج اللي احنا بنعمله ده. التلميع ده من خلال طبعا الميكروسكوبات المتطورة دلوقتي اللي بتخلينا نقدر نشوف حتى الخلايا، يعني الخلايا اللي جوه عدسة العين اللي هي ممكن تتكسر فيما بعد وتعمل المية البيضة تاني أو تعمل العتامة، بنقدر ننظفها بالكامل. دلوقتي بنستعد لعملية زرع العدسة، والعدسة بنزرعها دلوقتي من خلال نفس الفتحة الصغيرة دي زي ما احنا شايفين كده، هي العدسة بتخش من خلال اللي بنسميه الانجكتور ده، محقن زي الحقنة بالظبط، بنخش بيها ومن خلال نفس الفتحة الصغيرة دي هي العدسة نفسها بتدخل وتفرد نفسها جوه في مكانها الطبيعي. احنا بنساعد انها تفرد بسرعة، ندخلها في مكانها وهي نفسها بتاخد وقتها وبتفرد في نفس مكان العدسة اللي اتشالت، وبعد كده نخش نكمل تنظيف مكان المية. العملية بتاخد في حدود 5 دقايق لـ7 دقايق تقريبا. والمريض أول ما بيروح بيشيل الغطاء من على عينه ويقدر يمارس حياته في نفس اليوم طبيعي. الحمد لله على السلامة يا أستاذ سامي، كل حاجة تمام ما شاء الله على عمليتك. غطى على عينك لحد ما تروح، وزي العين الأولانية تشيل الغطا وتحط قطراتك على طول 6 مرات في اليوم وعينك مكشوفة. من بكرة تتوضى تستحمى تخرج تصلي زي ما انت عايز، مفيش موانع ولا قيود. عملية ولا أبسط ولا أجمل، التكنولوجيا، المهارة، التدريب مهم طبعا بلا شك. طبعا هي عمليات ذات مهارة فائقة، يعني احنا يعني مش بتتعمل كده، يعني مش مطلوب من كل الدكاترة تعملها بنفس المستوى في نفس الوقت. بس طبعا المفروض ان اللي بيعمل العملية يكون هو اصلا متدرب كويس وعنده المهارات الكافية ان هو يعملها بالمستوى ده، يعني المفروض انها تعمل بالمستوى ده. ستاندر. في سؤال كلاسيكي قوي، ده سؤال في الثقافة المصرية، هل تعود المياه البيضاء بعد ازالتها مرة اخرى؟ ده في دماغ الناس. يمكن احنا قلنا او اشرنا للحكاية ديت في العملية، ان في نسبة من الحالات بعد ما نشيل المياه البيضاء الكبسولة اللي ورا العدسة بعد وقت تعتم شوية، يقوم المريض يشتكي ان الرؤية ما بقتش زي الاول، غبشت شوية. فكان الترم القديم او الاعتقاد يعني القديم الماء رجعت تاني، هي ما بترجعش تاني بس هي الكبسولة اللي ورا العدسة دي عتمت شوية، فبقت محتاجة حاجة اسمها مسح بالليزر. ما بتبقاش عملية بقى خالص، يعني هي جهاز الليزر نوع مخصوص من الليزر بيعمل مسح العدسة، بتتعمل once forever. حتى دلوقتي كمان النسبة دي قلت تماما مع التكنيك اللي احنا عملناه، اللي هو اللي احنا ورينا دلوقتي اللي اسمه بولشنج، ان احنا بنقعد نلمع في الكبسولة ديت ونشيل كل الخلايا الملتصقة بها بحيث ان نسبة العتامة للكبسولة ديت تقريبا تبقى to the minimum. وعايز اقول لك بدون مبالغة ان احنا تقريبا في عملياتنا مع التكنيك ده الحمد لله ما بقيناش تقريبا بنحتاج حكاية مسح العدسة ديت الا نادرا. يعني الحقيقة اسعدني جدا الحوار معك، واسعدني جدا ان انت نورتنا اولا في الناس الحلوة. شكرا. دعوة جزيلا. يعني لبيت اخيرا، لكن كالعادة يعني قدومك لنا إضافة هائلة لنا، إضافة كبيرة للثقافة، وأنت قدمت كتير يعني الحقيقة في الثقافة الطبية المصرية الخاصة بالعيون اللي كانت
يعني مش واخده حقها رغم انتشار امراض العيون، رغم تقدم المذهل جدا لاطباء العيون المصريين. احنا عندنا، احنا بالتالي في طب العيون يعتبر مفيش منافس لينا في المنطقه العربيه، يعني يعني احنا المنطقه دي احنا روادها. في مناطق كده زي العيون المخ والاعصاب بالظبط، محدش يعني التجميل يعني في منافسين، الاسنان في منافسين، لكن دول في برانشات لا احنا بنقعد بالظبط ونقول لهم لا تعالوا نوريكم احنا يعني هم حتى مؤمنين بكده. ف لكن انا متشكر قوي لتشريفك النهارده واسم يعني كبير في عالم العيون على المستوى الاقليمي على المستوى العالمي، يعني ببقى سعيد جدا لما بنقرا في المجلات العلميه المشاركات وكل المؤتمرات بيبقى سفير رائع جدا. طبعا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد حامد استاذ جراحات العيون بكليه الطب وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وطبعا مؤسسه مراكز محمد حامد، كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا في الناس الحلوه. خليكم دايما دايما مع العيون، وخليكم فاهمين العيون صح، وخليكم مع الناس الحلوه. أداء رائع جدا ونتائج مبهرة جدا وانت واحد منهم طبعا، وفي حاجات بنشوفها كوارث، في مصايب طبعا، في مصايب. دي مشكلة ان مفيش تخصص دلوقتي، انت مهتم بالحاجات التانية دي عشان جاذبيتك وأناقتك والكلام ده، طب سايب سنينك ليه؟ انا ما بحبش الدكاترة